لطالما وصفت بمدينة الزهر والياسمين، ولطالما تغنى بها الشعراء والفنانون، لكن غناءهم ذهب في ذلك الوادي. درنا الزاهرة غاب عنها المسؤولون وتأخرت فيها خدمات المواطن المسكين. لا حكومة تلتفت إلى معيشته وشوارعه التي تجري فيها سيول من مياه المجاري السوداء والتي تمثل تلوثا بيئيا خطيرا. بنية تحتية متهالكة في أغلب شوارع المدينة، والتي اشتكى مواطنوها من قلة الخدمات وغياب دور الحكومة التي أمطرتهم بالوعود ولا شيء على أرض الواقع سوى هذه اللافتة المكتوب عليها اسم المشروع والشركة التي ستبدأ في تنفيذه. ما كانش بودي إن نبدأ بالمطالب بهذا المنظر وبهالموقف وبهالحكاية المجاري الطافحة على سطح الوجه للقطران والعائقة بين الناس في المشي والجي ومن السيارات. كان بودي نطالب في حاجة أخرى في درنا، وكان بودي إني نحكي على حاجة أكثر وأحسن وأوفر للمواطن. لكن نحن نوجه رسالتنا لكل مسؤول وللحكومة بصفة عامة والحكومة درنا بصفة خاصة، من عميد البلدية من أي شخصية لها دور ولها أن المواطن مهامة وأن المواطن له حقوق على هالدولة، وأضعف وأقلهن درجة هي أن نحكو نحن من غرفة المجاري ومن غرفة التصريف الصحي للبنية التحتية بهالمنطقة. الروائح الكريهة والمياه السوداء التي تتدفق نحو الوادي ومنه إلى البحر جعلت من هذه المنطقة مستنقعا للحشرات والقوارض والآفات التي تتسبب في انتشار الكثير من الأمراض. المواطنون من سكان تلك الأحياء توجهوا بنداءاتهم وطرقوا كل الأبواب ابتداء من شركة المياه والحرس البلدي والمجلس البلدي والحكومة، لكن لا حياة لمن تنادي. وعود بدون تنفيذ. لنا 7 شهور ونحن نعانوا من المشروع بتاع المجاري هذا اللي أنا قاعدين قدامه، مستنقع من بداية اجتياح وباء الكورونا، ونشدنا المسؤولين وشكينا وما فيش حاجة وما درناها. وللأسف الشديد أن ما فيش أي حاجة باينة لعند صبح اليوم، وعود وما فيش أي تنفيذ ووهم. ونحن قاعدين هنا كل مرة كذب علينا واحد ويقول لنا أو قريب أو قريب، ولعند الآن والله ما فيه. ويبقى السؤال، هل ستظل مدينة الياسمين بهذه الرائحة الكريهة في شوارعها، أم أن هناك ضميرا سيصحو في دهاليز الوزارات الخدمية لتبدأ بالاهتمام بدرنه؟